أسعد الله أوقاتكم. أتابع دروسنا التعليمية للصف الثالث الثانوي العلمي لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائنا الطلاب. درسنا اليوم هو تحديد جنس عند الأحياء. نبدأ نتابع نقارن بداية بين هاتين الصورتين لذكر وأنثى ذبابة الخل. لدينا أسفل الصورة صبغيات للأنثى وفي الجهة اليسرى صبغيات للذكر. ما هو عدد الأشفاع الصبغية لدى كل من الذكر والأنثى في ذبابة الخل؟ إذا عددنا الصبغيات نلاحظ أنها 8 صبغيات، أي أنها 4 أشفاع صبغية. بالرجوع لرسم الصورة مرة ثانية، هل جميع الأشفاع الصبغية متماثلة عند ذكر والأنثى؟ كلا. نلاحظ أن عدد الأشفاع الصبغية المتماثلة لدى كل من الذكر والأنثى هي فقط 3 أشفاع. هذه الأشفاع نسميها الصبغيات الجسمية والتي يشير إليها السهم. ما هي الصبغيات الجسمية؟ الصبغيات الجسمية هي صبغيات متماثلة من حيث الشكل عند الذكر والأنثى أو عند الذكور والإناث، وهي مسؤولة عن ظهور الصفات الجسمية. إذن هذه هي الصبغيات الجنسية، وقد تم إزالة الشفع الأخير الشفع. إذن هذه هي الصبغيات الجسمية. إذن هي صبغيات كما قلنا مسؤولة عن ظهور الصفات الجسمية. بينما نلاحظ أن عدد الصبغيات أو عدد الأشفاع غير المتماثلة عند ذكر وأنثى هي شفع واحد كما تشير الصورة، وهذا الشفع نسميه بالصبغيات الجنسية. ما هي الصبغيات الجنسية؟ هي صبغيات مختلفة بين الذكر والأنثى، وهي تحمل مورثات تحدد الصفات الجنسية الأولية، أي تشكل أعضاء الجنسية كما لاحظنا سابقا خلال دروس التكاثر الجنسي عند الإنسان وبقية الكائنات الحية، لكنها أيضا تحمل مورثات ترمز أو مسؤولة عن الصفات الجسمية أيضا. كيف يتم تحديد جنس عند الإنسان؟ لدينا في الصورتين التاليتين الطابع النووي لذكر الإنسان والطابع النووي للأنثى. ما هو عدد الأشفاع الصبغية لدى كل من الذكر والأنثى عند الإنسان؟ نلاحظ أن عدد الأشفاع هو كما هو معلوم 23 شفع، أي 46 صبغيا. بماذا تختلف صبغيات الذكر عن صبغيات الأنثى؟ طبعا نحن عم نقصد دائما من الناحية الشكلية، أي بالملاحظة تحت المجهر. تختلف بشفع واحد نسميه أيضا الشفع الجنسي. سنقارن الآن بين الصيغة الصبغية لذكر طبيعي وأنثى طبيعية. نلاحظ أن الذكر الطبيعي لديه 46 صبغي، لأن هذه خلية جسمية، وعدد والصيغة الصبغية له 2N. بما أن الشفع الجنسي هو XY، أي صبغيين فقط، فيكون عدد الصبغيات الجسمية 44 صبغيا جسميا. لذلك تكون الصيغة الصبغية للذكر الطبيعي 2N تساوي 44A، يعني 44 صبغيا جسميا زائد XY اللي هو الصبغي الجنسي. نتابع لنلاحظ ما هي الصيغة الصبغية للأنثى الطبيعية أيضا للخلايا الجسمية، أيضا هي 2N تساوي 44A، 44 صبغي جسمي زائد XX. نلاحظ أن الشفع الصبغي هنا متماثل عند الأنثى بينما يكون متخالف عند الذكر. لدينا صبغي X وصبغي Y. إذا قمنا بإجراء انقسام منصف لإنتاج النطاف، يعني الأعراس الذكرية، ما هي صيغة هذه الصيغة الصبغية لهذا النطاف؟ نلاحظ أن الذكر الطبيعي يعطي نوعين من النطاف. نقصد بالطبيعي أن صيغته الصبغية 2N تساوي 46 صبغي، وهذه فهو يعطي 1N يساوي 44 زائد X. النوع الأول يعطي نوعا آخر هو 1N يساوي 22A زائد Y. أما الأنثى الطبيعية فهي تعطي نوعا واحدا من البويضات، هو 1N يساوي 22A زائد X. نستنتج
أن أعراس الذكر تحدد الجنس، وذلك لوجود نوعين من الأعراس، أو لأنه يعطي نمطين أو نوعين من الأعراس. ومن الآن فصاعدا، أي كائن حي يعطي نمطين من الأعراس، فإن كان ذكر فهو الذي سيحدد جنس المواليد، وإن كانت أنثى فهي التي ستحدد جنس المواليد. بما أن الذكر يمتلك شفعا صبغيا متخالفا، أي لا يتماثل عنده الإكس والواي، فلذلك فهو يعطي نوعين من الأعراس، فهو الذي يحدد الصيغة الصبغية للمواليد. لاحظ هنا نشير إلى الصيغة الصبغية، نشير عفوا إلى الشفع الجنسي عند الذكر وعند الأنثى. نلاحظ الآن أن إذا كيف يحدد الجنس، كيف يحدد الذكر جنس المواليد؟ إذا كانت النطفة التي تلقح البيضة تحمل الصبغة الجنسي X، فقطعا ستكون المولود أنثى، لأنها سوف تمتلك في صيغتها الصبغية XX. أما إذا كانت النطفة التي قامت بتلقيح البويضة تحمل الصبغة الجنسي Y، فقطعا سيكون المولود هو ذكر، لأنه يحوي في صيغته الصبغية XY. كيف يتم تحديد الجنس؟ لدينا أيضا عند ذبابة الخل نفس النمط، نفس النظام، وجود XY وXX. XX يكون عند الأنثى وXY عند الذكر. بينما نلاحظ أيضا أن الكائنات الحية الأخرى لديها أنماط مختلفة من تحديد الجنس. إذن لا يقتصر تحديد الجنس على النظامين XX وXY الذي رأيناه عند أنثى، عند عفوا ذبابة الخل أو عند الإنسان، وإنما توجد أنظمة أخرى. مثال على ذلك، نلاحظ هنا في الجراد أن الأنثى تحمل شفعا صبغيا متماثلا XX، بينما الذكر يحمل صبغي X فقط، بينما يغيب تماما الصبغي الجنسي Y. وهنا الصفر لا يدل على، في يدل فقط على غياب الصبغي Y، ولا يدل على صبغي. إذا نؤكد لأعزائنا الطلاب أن الصبغي الجنسي X صفر، الصبغي الجنسي هو X فقط عند الجراد، والصفر هنا يدل على غياب الصبغي الجنسي. إذا انتقلنا إلى نظام آخر لتحديد الجنس، نلاحظ عند الطيور، معظم الطيور طبعا والفراشات والأسماك، نلاحظ أن الأمر معكوس تماما، أن الشفع الجنسي سيكون متغيرا عند الإناث بينما يكون متماثلا عند الذكور. لذلك اصطلح على استخدام نظام آخر، وهو نظام ZZZW، ونلاحظ أن الأنثى في هذه الحالة هي التي سوف تحدد الجنس، والسبب لأنها هنا هي التي سوف تعطي نوعين من الصبغيات. إذن نرى الآن ما المسؤول عن تحديد الجنس عند الطيور؟ طبعا الأنثى. لماذا؟ لأنها سوف تعطي نوعين من الأعراس. إذا انتقلنا للجراد، الجراد الذكر هو من سيحدد الجنس. لماذا؟ لأنه يعطي نمطين من الأعراس. سننتقل الآن لدراسة الوراثة والجنس. الوراثة المرتبطة بالجنس، طبعا الوراثة والجنس لا عدة فروع: الوراثة المرتبطة بالجنس، الوراثة المرتبطة بالصبغ الجنسي Y، الوراثة المتأثرة بالجنس، والوراثة المرتبطة بالجنس جزئيا. سنقتصر في حديثنا اليوم على الوراثة المرتبطة بالجنس. ما المقصود بالوراثة المرتبطة بالجنس؟ الوراثة المرتبطة بالجنس هي حالة، طبعا هي صفة تكون أليلاتها محمولة على الصبغ الجنسي X حصرا، دون أن يكون للصبغ، دون أن يكون لها مقابل على الصبغ الجنسي Y. إذن الوراثة المرتبطة بالجنس سميت كذلك لأن أليلها الصفة الجسمية يحمل على الصبغ الجنسي X حصرا، بينما يكون الصبغ الجنسي Y لا يحمل أي أليل مقابل لهذه الصفة. لذلك دائما Y دائما سوف نضع له القيمة صفر أو الأليل صفر. سنأخذ مثال على ذلك، وراثة صفة لون العيون عند ذبابة الخل. سنأخذ مثال التالي: بالتهجين بين إناث بيضاء العيون R صغيرة مع ذكور حمراء العيون R كبيرة، كانت النتائج كما يلي: جميع الذكور الناتجة بيضاء العيون، وجميع الإناث الناتجة حمراء العيون. بفرض قليل صفة محمول على الصبغ الجنسي X دون أن يكون له مقابل على الصبغ الجنسي Y، وأن قليل العيون الأحمر راجح على قليل العيون البيضاء.
بالعودة للمسألة، كيف يميز الطالب بين ما درسه سابقا كوراثة منديلية أو تعديلاته، وأين الوراثة مرتبطة بالجنس؟ يجب أن نلاحظ في نص المسألة في النمط المنديلي أننا لم نميز بين الذكور الناتجة والإناث الناتجة أبدا، بينما نلاحظ في المسألة الوراثة المرتبطة بالجنس أن جميع الذكور، أن ميزنا بين الذكور والإناث الناتجة، فنلاحظ أن جميع الذكور الناتجة كانت عيونها بيضاء وأن جميع الإناث الناتجة عيونها حمراء. إذن كيف نستدل؟ نعيد، كيف نستدل عمسة أنها تتبع الوراثة المرتبطة بالجنس؟ لأننا ميزنا بين الأفراد الناتجة ذكورا وإناثا من حيث الجنس. فإذن يجب عندما يأتي للطالب مثال أيا كان، إذا ميزنا بين الذكور والإناث، قلنا بعض الذكور بعض الإناث، فهذه قطعا مسألة مرتبطة بالجنس، لذلك يجب أن تحمل أليلات الصفة المدروسة على الصبغ الجنسي X، طبعا إذا كانت مرتبطة بالصبغ الجنسي X، ويكون دائما الصبغ الجنسي Y صفر. إذا كيف نستدل؟ كما قلنا أن جميع الذكور الناتجة بعيون بيضاء وجميع الإناث الناتجة عيون بيضاء، جميع الذكور الناتجة عيون بيضاء وجميع الإناث الناتجة عيون حمراء. طبعا نحن نرجع على فرض المسألة أن العيون كانت العيون حمراء، قليل العيون الأحمر هو راجح عند ذبابة الخل. بتطبيق نمط تطبيق الجدول الوراثي، نضع في النمط الظاهري ذكر أحمر العيون والأنثى بيضاء العيون. بما أن الأنثى بيضاء العيون وبما أن الأليل الأبيض متنحي، فلذلك يجب أن نضع أو نضع بالأصح لكل من الصبغ الجنسي X والصبغ الجنسي X القليل R صغيرة. إذن لا يمكننا أن نضع R كبيرة، لماذا؟ لأن R كبيرة بفرض المسألة هو قليل راجح، فإذا وضعنا R كبيرة لإحدى الصبغيين X فسوف تكون أنثى قطعا حمراء لأن القليل الأحمر هو راجح. لذلك نلاحظ أننا وضعنا XR صغير XR صغير. الذكر دائما الذكر أسهل بتحديد نمط الوراثي لأنه يمتلك صبغي واحد X، فإما أن يكون، فإذا كان أحمر فهو يمتلك القليل الأحمر على صبغي X، وإذا كان أبيض فهو يمتلك القليل الصبغي R صغير، القليل الصفة عفوا R صغير على الصبغي الجنسي X. احتمالات العراس، بما أن الذكر متخالف يختلف في الشفع الصبغي، لذلك نفتح قوس يكون لدينا الحالتين الآتيتين XR كبيرة و Y صفر. لاحظوا هون حطينا Y صفر، ليه؟ لأنه لا يوجد قليل لمورثة لون العيون على الصبغي Y، طبعا ليه؟ لأنه هو وراثة، لأن الوراثة مرتبطة بالجنس. بما أنه لدينا احتمالين فكل احتمال له القيمة نص، بينما نلاحظ أن الأنثى لا، احتمال واحد هو الاكس ار صغير لان الشفع الجنسي عندها متماثل. نتابع المسألة بإجراء النشر، اكس ار صغير اكس ار كبيرة، اكس ار صغير واي صفر، يطلع لنا نمط الوراثي لفراد الجيل الاول. هنلاحظ ان هون الذكور بيضاء والاناث كانت حمراء اللون، طبعا ليه؟ لانه الار كبيرة ترجح على الار صغيرة عند اجتماعهما معا في الأنثى. طبعا دائما نحن بنقول بالوراثة المرتبطة بالجنس إن كان عند الإنسان أو عند ذبابة الخل، الأبناء الذكور بيحدد النمط الوراثي لأمهاتهم. ننتقل لنأخذ مثال آخر على الوراثة المرتبطة بالجنس، ولكن من النمط الآخر ونظام آخر من الصبغيات، وهو النظام XXX عفوا ZZZW، وهو عند الببغاء. سوف نقوم بحل مسألة في الصفحة 253 بالتطبيق بالتمارين تمرين الكتاب. المسألة الأولى سوف نقرأ المسألة. تم تهجين بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستنائي للريش جي كبيرة مع أنثى كستنائية اللون جي كبيرة، فكان من بين النتائج إناثا عادية اللون. لاحظوا شو عم يقول نص المسألة، فكان من بين الأفراد الناتجين إناثا عادية اللون. المطلوب النمط الوراثي الأبوين، احتمال أعراس كل منهما، ما الأنماط الوراثية والظاهر الأفراد الناتجة، وكيف نفسر النتائج. طبعا نحن حنحط الجدول الوراثي، ذكر كستنائي أنثى كستنائية،
طبعا نحن بدنا هون ننتبه انه الحالة هون معكوسة تماما مقارنة مع مين؟ مع زوارة الخل. هنلاحظ انه الانثى هي من تمتلك الشفع الصبغي المتخالف، اذا هي من تمتلك زد دبليو، بينما الذكر زد زد. بما انه هي كستنائية فهي تمتلك الاليل جي كبير على زد، وواي ايضا عفوا دبليو ايضا صفر. الذكر زد جي كبيرة جد زد جي صغيرة. لماذا وضعنا زد جي كبيرة زد جي صغيرة؟ لان الانثى هنا حتى هنا الامر معكوس تماما. هنا الاناث هي التي تحدد نمط الوراثي لابائها، لان الاب هو من يمتلك الشفع الجنسي المتخالف بتوزيع الاعراس اخراج احتمالات الاعراس. بكون عندنا نص زد جي كبيره زائد نص دبليو كبيره زائد نص زد جي كبيره زائد نص زد جي صغيره. نقوم بالنشر، طبعا بيطلع عندنا زد جي كبيره زد جي صغيره، زد جي كبيره زد جي صغيره، زد جي صغيره دبليو صفر، زد جي كبيره دبليو صفر. طبعا زد زد هي انثى، هنا انثى سوف تكون كستنائيه، عفوا زد زد هو ذكر، هنا سوف تكون ذكور كستنائيه، هنا ايضا سوف تكون ذكور كستنائيه. اما الاناث فاحداها سوف تكون عاديه، لماذا؟ لانها تمتلك الاليل جي صغيره وهو اليل متنحي، بينما يكون النمط الاخير للانثى الناتجه زد جي كبيره هي كستنائيه اللون. طبعا تفسير النتائج، ما هو التفسير؟ ان الوراثه مرتبطه بالجنس، او نقول ان وراثه اللون محموله على الصبغ الجنسي زد وليس لها مقابل على الصبغ الجنسي دبليو. في عندنا مثال ممكن نحن ناخده كتمرين لاحق، هو تهجين بين ذكر فراشه عثه الغراب شاحب اللون انه صغيره مع انثى طبيعه اللون انه كبيره، فكانت جميع الذكور طبيعه اللون وجميع الاناث شاحبه اللون. بعض احيانا وراثيا لهذه الهجونه وكيف تفسر النتائج. طبعا نحن هون نفس الفكره تماما، الذكور هون عم تكون ميزنا بين الذكور والاناث، لذلك هذه الوراثه مرتبطه بالجنس. طبعا السبب لانه في عندنا اختلاف بين مثل ما قلنا بين الافراد الناجين، كان ذكور واناث. طبعا هون بدنا نلاحظ انه كمان الفراش يتبع النظام زد 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 دبليو. بذلك نكون انهينا درسنا لهذا اليوم. يسعدني طيب متابعتكم، وارجو من الله ان نكون وفقنا لشرح ما نقصكم او فقدتم من دروس سابقه، على امل المتابعه في دروس لاحقه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.